السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النادي الأهلي القادمة أمام نادي إنبي في الجولة عش... الجولة لا هي مباراة مؤجلة من الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز. المباراة بإذن الله تعالى ميعادها يوم السبت الموافق اليوم بإذن الله تعالى السبت 21/5/2022. إنبي يواجه النادي الأهلي. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر تونس والجزائر فقط، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا والمغرب. القناة الناقلة للمباراة متابعين الكرام قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى، والمعلق أيمن الكاشف وطارق حسن. ملعب المباراة استاد المقاولون العرب، ومكتوب هنا ملعب المباراة. هنشوف التفاصيل اللي بيقول عليها دي هنا، اسف على هذه الصورة. ملعب المباراة فين؟ ملعب المباراة مش مكتوب، ملعب المباراة هنا مكتوب ملعب المباراة استاد المقاولون العرب. الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.